يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمني عنكم، ان شاء الله اموركم بخير. رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله تكونوا بالف خير. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم وبكل وقت ان شاء الله، والله يحققكم هيك مراد قلبكم يا رب. هون اول شيء يا صبايا بدي اسالكم، دعيتوا لي؟ سجلوا لي بالتعليقات، اكيد دعيتوا لي، لاني خلي لي قلبكم وربي يسعدكم، ما في مثلكم انتم كل المتابعين. وبتشكركم كتير على التعليقات الحلوة واللايكات الحلوة اللي عم تحطوا لي اياها على الفيديوهات. اليوم يا صبايا الفيديو هو عبارة عن روتين مثل اي روتين، يعني تساوي ست البيت في البيت. هو انه اللهم صل على النبي، انه بطلع اولادي الصبح بشرب فنجان القهوة، بفطرهم، بفطر انا فطوري. هلا انا فطوري الصبح بكير كتير، بفطر على الساعة 9:30 بكون فطراني، عرفتوا كيف؟ فسبحان الله والله يا صبايا، الفطور بكير والأكل على الساعة 6 المساء وخلص لتاني نهار الصبح، عن جد غير نظامي كله. هلا أنا من قبل يعني ما باكل، يعني بتعشى عشا تقيل بالليل، فهو اللي أذاني بصراحة بشكل كتير كبير. فهونيك مثل ما شايفين يا صبايا، شربت فنجان القهوة هيك على رواق مثل ما شايفين. لسه كان ولادي الله يحميهم يا رب كانوا نايمين، بس انه كانت شامو فايقه، بعدين صاروا يفيقوا ورا بعضهم، الله يحميهم يا رب ويحمي لكم ولادكم. صباح الخير، ايش قاعده عم تساوي من الصبح؟ قد ايه الساعه؟ 12؟ لا ايه 12، شوفي الساعه 7:15 الصبح، بتفرج على برامج الاطفال. طب وين منى؟ وانا نايمة؟ طب ايش رأيك الأم نسرح شعرنا؟ ومحمود نايم كمان مو؟ الله يحميه. تعي نسرح شعرنا، تمام؟ غسلتي وشك؟ ما بصير، يلا قومي سوا نغسل وشنا ونفرش سناننا، يلا حبيبي تعي. يلا حبيبي. الشطورين ايش بساووا؟ فرشوا سناننا من الصبح، صح؟ صح ماما؟ يلا. حاطة ساعها كمان؟ ما قلت لك لا تنامي بالساعة، بعدين بتشد على ايدك مو؟ طب يلا يلا فرشي اسنانك اشوف. برافو عليكي شطورة. يلا هلا غسلي وشك، صحي امك ماما لسه عليه معجون اسنان، غسلي وشك يلا. برافو. شو بنقول بس نفيق شاما؟ صباح الخير، صح؟ ونحط أذكار الصباح، نسمع أذكار الصباح كمان. ليه ما عم تحطي أذكار الصباح؟ على بالهم مش الأطفال الصباح؟ يا عيني صوت العصافير حلو مو؟ مش حاطة على راسك؟ منين هاد جبتيه؟ خالة عطتك اياه؟ هذا يا صبايا اشارب تركي مثل ما لكم شايفين، جارتي عطت واحد لمنى وواحد لشامو، فعم بتحطه وبتقولي ماما بتقولي ماما انا صرت مثلك، ايش بدك اساوي لك؟ بقى ايش رايكم بهالحكي؟ قول ماما انا صرت مثلك، بحط هيك على راسي وايش بدك اساوي لك؟
تلا يلا سامي لنا فنجان قهوة يا شامو. شو عم تعملي؟ قهوة؟ اه؟ لا خلص ماما بعد شوي، هلا بعدين ماشي؟ حطيها روحي، خلي لي الصبايا مع احلاهم. عاملينهم باي؟ قولي لها قولي لهم حطوا لها لماما لايك. هون يا صبايا الإضاءة عندي ما بعرف، فجأة الضو طفي ما بقى يشتغل، فاعذروني هون شوي الإضاءة ضعيفة. رح أحاول أبعد مشان إنه تبين بنتي. مين الحلوين اللي فرشوا أسنانهم؟ إنتي؟ يلا برافو عليكي شطورة. صباح الخير صباح الخير. سمعتولي صوتهم يا صبايا قد ايه حلو الصبح؟ اي سمعتولي صوتهم يا صبايا. هلا هاد الكيوي يعني اخد عبين قر بس ما بعض، يعني اخد وش علينا. بس عنا هاد الاصفر لسه ما انه اخد وش علينا، فبريد انه بطالعهم كل يوم من القفص هيك يطيروا بالغرفه، بس لسه ما اخد وش علينا الاصفر. بس الكيوي اخدوا كتر يلا ما عم بيعضني، بس انه هيك يعني باعتقاده انه عم بيلعب. هون يا صبايا بعد ما هيك امنت الامان بالله على الصغار طعماتهم، شفت شو متطلباتهم مثل ما بقولوا، فاللهم صل على النبي. هذا نظام كل يوم تقريبا يا صبايا، كل يوم الصبح عندي مسح للاراضي كاملا، وعندي مسح الغبرة، يعني لاني عندي هدول الطاولات مبلور فكتير بيتغبروا، بما انه الشبابيك كلها مفتحة والدنيا شوب كتير عنا، فاجباري يعني الغبرة. فكل يوم الصبح بمسح البيت كله، واللهم صلي على النبي بمسح الغبرة. هون عندي مكنسة الكهرباء عندي انكسرت، فما انكسرت كلها، انكسر محل ما انه بيمشي على الارض وبيكنس، فالتكنيس عندي صاير صعب، فانه لبين بقى ما يصل له طريق زوجي يجيب لي اياها، فرح امسح الاراضي مسح. فاللهم صل على النبي. هي المساحه اللي فرجيتكم اياها في فيديوهات سابقه، ما بعرف اذا فرجيتكم اياها او لا، والله نسيت، بس هلا بتشوفوها. عن جد يا صبايا كتير ممتازه، يعني ممتازة ممتازة، بشكر اللي اخترعها. فعن جد بتفوت هيك، يعني كيف بدي اقول لكم، بتروح بالزوايا تحت الديوانات تحت الكنبايات، يعني عن جد كتير ممتازة. ويعني وإيش في غبرة بالأرض بتلمها حتى، اللهم صلي على النبي. كيف بدي اقول لكم، هي بيجي مع مساحة الأراضي، بيجي مع انه مثل قماشات انه بيمسحوا، او بتكون في بالبيم مثل اللهم صلي على النبي مثل المحارم المعطرة، بس انه بيجي بتجي كبير كتير كبير كتير حجم المحرمة، هلا رح تشوفوها. فهيك كيف بدي اقول لكم، بتسوى هيك مثل ما اللي عملتها، عن جد بتمسح الأرض مسحة كتير انه كويسة، انه ايش في غبرة تطلع، وبامكانكم تقلبوا المحرمه على الوجه الثاني وتمسحوا فيها هيك. يعني انا كل غرفه محرمه واحده بس انه بتكفي، عرفتوا كيف؟ هي العلبه فيها 50 محرمه، فكتير ممتازه، انا بصراحه كتير كتير عجبتني. فهون مثل ما شايفين هيك بلشت مسح الاراضي. هون عندي هاي الزرعه يا صبايا كتير كتير مقهوره عليها، هون عم بتدبل هيك زي الورقه عم بيتغير لونه، فيخلي لي قلكم اللي بتعرف كيف انه زبطها فتقلي بالتعليقات اللي عندها منها شو كيف عم تعطيني فيها. هون عم بلش بيطلع من يعني من تحت انه ورق جديد، هلا هي من قبل يعني طلعوا فيها 3-4 ورقات، بس الحمد لله انا بشكر ابني كثير محمود الله يحميه ويحميكم اولادكم، انه قال لي هدول مالهم لازمه ماما خليكي على طرف، فشل لي اياهم انه كبهم قطعهم، فكتير زعلت عليهم، عرفتوا كيف؟ لاني عن جد لما بتطلع الورقه بتحسي روح جديده صارت في البيت.
وهون يا صبايا بعد ما انه فاق ابني الصغير كان نايم هون على تختي، فانه بلشت هيك بترتيب التخت. اللهم صل على النبي. مثل ما فرجيتكم انه فيديو سابق عندي اللي بمشي على وش الشراشف، الكنبايات، بتلم الغبرة كلها هي اللي بايدي هلا شايفينها. فبرجع بقولكم انه كتير ممتازة وكتير كويسة وعملية، ومثل ما قلتلكم بعد كل ما فيكم توصلوها تحت يعني في المي وترجعوا تستخدموها نظامي، مو مثل انه اللي بيجوا انه رول وفيها انه بتشيلوا القشرة وبتكبوها وبتخلص وبدك تشتروا غيرها، لا هي نظامية. واللهم صلي على النبي انه كتير كويسة وعملية، انه بس بتغسلوها بترجعوا بتستعملوها. وقتها بتذكر يا صبايا اشتريتها لا ب50 لا ب55 هيك بتذكر، يعني لاني صار لها فترة عندي، عرفتوا كيف، وفعلا نسياني قد ايه سعرها. فهونك مثل ما شايفين انه لميت وجه الشرشف وخلصت شغل البيت، الحمد لله رب العالمين، راحة نفسية انه خلص بتخلصي شغلك الصبح بكير وبقى اشفي عندك مثلا طبخة هيك شغلات. هلا انا طبخت اليوم كمان مثل ما قلت لكم في الفيديو الماضي انه بصورها وبنزلها بالفيديو اللي بعده. فهون يا صبايا كيف دا لكم، خطر عبالي اكلة اليبرق، وانا بساوي هذا أكلة اللي أنا مثلا مشتهيتة أو شي نهار السبت حصرا مشان أكل منها نهار الأحد، لأني نهار الأحد بحق لي أنه أكل وجبة بس بكميات كتير قليلة. فهون سويت أكلة اليبرق فكنت كتير مشتية عليه، وأنا حطيت منة يبرق الحمد لله ونزلت هالشي بالفيديوهات سابقة عن طريق التموين اليبرق. فبالليل بعد ما ناموا الصغار الله يحميهم يا رب، فقلت هيك لف لي لفة يبرق. فطبعا انا نزلت اللحمه الصبح بكير ونقعت الرز قبل يعني تقريبا بلشت بلف اليبرق بالتسعة بالليل، كنت ناقع الرز تبلت الرز بعدين بلشت انلف اليبرق. هلا انا سويت تقريبا شي 6 كاسات هيك بكيلهم انا بالكاسه للصبايا القاعدين في بورصه، كاسه البيم بكيلها بكاسه البيم 6 كاسات رز، وحطيت لها توابل يعني هي هلا بتشوفوا يعني قدامكم هون متبلتها وخالصه طبعا، ملح وبهار ودهنه وسمنه، بحط لها نعناع على الرز. هلا نحن بنحط له نعناع وكتير بحب اليبرق اللهم صل على النبي بالنعناع، بيعطيه طعمه كتير طيبه. وبحط لقلب الرز كمان ثوم، انه هيك نقطه ثوم كتير صغيره فبتعطي عنده كمان طعمه كتير طيبه. هون يا صبايا وقال دور ترتيب الغسيل، قولوا لي شو ما شو بتحبي، بقلكم طوي الغسيل يعني كتير بحبه، فمشان هيك هلا عندي طوي غسيل ان شاء الله رح اطوي باذن رب العالمين. هلا يا صبايا هون بلشت مثل ما شايفين انه بلف اليبرق، خلونا نحكي شو عم بصير في 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 شعور عدم الاستقرار يا صبايا عن جد والله العظيم، ان كان بالنسبه لإلي او مثلا للخلق اللي بعرفه او مثلا جيراني او قرايبيني كلهم المغتربين عم بيحسوا باحساس عدم الاستقرار بشكل كتير كبير، حتى بالنسبه لإلي بالنسبه لزوجي. فزوجي هلا في وضع انه كتير يعني كتير انه مثل ما بقولوا مزعزع، وعم بحس بشعور عدم الاستقرار بشكل كتير كبير. فمثلا هلا بدي اجي اي قطعه مثلا بتعجبني او بدي اجيبها بقول لي لا هلا بلاها اجليه، نحن هلا كيف بدي اقول لك انا ما راح اضل، انا لا بدي اروح، انا ما بعرف مالي شلون كيف بدي اقول لكم اني اجليه، بجوز اروح لغير محل، بجوز انتقل لغير محل. فصاير هيك هلا بهالفتره هلا عم بقول لكم انا عم بحكي لكم على هالفتره.
فمثل ما قلت لكم انه كل اللي بيجي من رب العالمين الحمد لله يعني نعمه واكيد خير في حقنا. وانا بالنسبه لي يعني بصراحه انه وين ما راح زوجي انا راح اكون جنبه وين ما راح، يعني باي بلد اختاره او اي محل اختاره فانا معه 100%. يعني بلا مؤاخذه منكم يا صبايا على هالكلمه، مالي حدا هون في تركيا لحتى أتعلق في تركيا، أو يعني صحيح أنه أنا صلي تقريبا 9 سنين هون، بس ما لي حدا يعني لحتى مثلا أنه أزعل عفريقة أو هيك. يعني أنا همي في هالدنة زوجي وولادي، فيعني ما يعني وين ما رأى زوجي رح أكون معه طبعا 100%. فالله هيك يخليه فوق رأسنا ويحميه ويعطيه القرار الصح والطريق الصح إن شاء الله. مثل ما قلت لكم كل شيء بيجي من رب العالمين يا محلا، وكله خير من رب العالمين. هلا رح أحكي لكم على قصة، يعني على قصة فسمعنا من بعض الخلق على سلطنة عمان. ما بعرف في محامين منزلين انه السوريين كتير طالبة سلطنة عمان سوريين يروحوا عليها، فكتير سألنا يعني خلق، والله ما صلي على النبي في محامي كمان منزل على تيك توك هذا الموضوع، انه مطلب منكم بس انه جواز سفر وفيزا طيران وكملك، بس انه هذا المتطلب يعني انه الهوية. فعم نحاول ان شاء الله هلا بالوقت الحاضر انه نسأل على هالشغلة، انه زوجي يسأل. فمثل ما عم بقولكم يا صبايا كل شيء بيجي من رب العالمين يا محلا. هي عن جد هي هي اللي عم بحكي لكم عليها، عدم الاستقرار. الواحد عن جد بيتشتت بطريقة مو طبيعية. يعني انا زوجي طول النهار عم بفكر وين وكيف وشو بدي ساوي وشو ممكن يصير، عن جد يعني كتير كتير متشتت وأنا متشتتة أكتر منه وميت قصة وقصة. فالله هيك يا رب يخترنا الخير في كل شيء، وين ما هيك الخير لأن الله يسيرنا عليه ويفتح لنا الطريق قدامنا إن شاء الله يا رب. فبدي منكم هيك يا صبايا خلي لي قلبكم تدعوا لي دعوة من قلبكم عن جد، لأني أنا ربي يسعدكم يا رب وينولكم مراد قلبكم لكل صبية هيك مراد قلبين نولا يالي كل اللي عم تابعوني وما عم تابعوني. فهيك دعولي الله ينول لي مراد قلبي، وهيك كيف ده الكون يهدي بالي وبال زوجي وبال أمة محمد أجمعين. ومنرجع مندعي لأهل غزة الله ينصرهم بجاه اسمه الكريم، نصر عاجل غير آجل، ينصرهم على عدوهم ويرحم شهدائهم ويجعلهم جميعا إن شاء الله إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى. وطبعا يا صبايا بدي منكم مثل ما بقلكم في كل فيديو انه تنسخوا رابط الفيديو وتشاركوه لكل حبايبكم واصحابكم، وما تنسوني من تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الحلوة. خلي لي قلبكم وربي يسعدكم يا رب، لاني عن جد انا في انتو عائلتي التانية وانا قناتي بتكبر فيكم، فيخلي لي قلبكم. ما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم والاشتراك للصبايا الجدد، وهونك بيكون اليبرق خلاص. طبعا هون حطيت له هيك مثل ما شايفين نعنع وتوم وحطيته على النار، طبعا ضل تقريبا 7 ساعات على الغاز لاني سويته بالليل من الساعة 12 للساعة 7 الصبح ضل على الغاز، وضفت له الحمض والملح تقريبا على الساعة 4 ضفتهم يعني، ورجعت انه حطيته على النار وعفته. ولهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلص، بتمنى يكون عجبكم وحبيته، وبأمان الله.